أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 72 مليون دولار ليبلغ مستوى 35 مليار دولار و173 مليون دولار مقابل 35 مليار و101 مليار دولار في أكتوبر الماضي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المشاركة المصرية في قمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية يعد امتدادا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية للدولتين، كما يعد استكمالا لمسار نحو إزالة الكربون والذي انطلق خلال استضافته مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ كوب 27 في مدينة السلام في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من رئيس مؤتمر الأطراف والمعني بتغيرات المناخ وسلطان الجابر ووزير الطاقة الإماراتي والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ ورئيس الوكالة الدولية للطاقة والوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا. وتم بحث جهود خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون. في إطار المشاركة في قمة المناخ كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة، عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عقد جلسة مباحثات مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون براد كوربري ومساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية أندرو لايت، وأكد الجانبان عمق العلاقات والتعاون الوثيق ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الطاقة. كما عقد وزير البترول جلسة مباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي باستراليا الغربية أكبر ولاية استرالية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الاسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين. أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات لمحورية الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ. وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى وكذلك شركاء التنمية على مدار عام منذ إطلاق برنامج نوفي قبيل مؤتمر المناخ على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى وحشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ ودفع التحول الأخضر في مصر وتنفيذ أولويات الدولة ومساهمتهم المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2025. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بسبب تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل ما قيمته 1.1% ليصل إلى 75 دولار و2 من عشرة للبرميل الواحد، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.8% ليصل ويحقق ما قيمته 75 دولار واحد سنت. كما ذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 98% لتصل إلى 2.6 دولار للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل ما قيمته 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي التركي ب 1.3 مليار دولار مقابل 34.78 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس من العام 2020 في الأسبوع السابق ومنذ أوائل يونيو بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت في حينها إلى قيمة سالبة قدرت ب 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى،
منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، وبلغ سعر الصرف للعملة المحلية 28.8 ليرة للدولار الواحد. سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الماضي. جاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب. كشفت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 1000 طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220,000 للأسبوع الماضي. تتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات، مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.